بكم في فقرة حديث السوشيال والتي نرصد فيها الأخبار الرائجة هذا الصباح. الصديق وقت الضيق. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطالب صيني قرر البقاء ليحمل صديقه الذي أصيب بكسر في قدمه أثناء زلزال هز البلاد في الصين، وعلى الرغم من فرار جميع الطلاب حيث بقي حتى تمكن من حمله على ظهره ونزل به إلى مكان آمن. حفل تخرج من نوع آخر، بدل أن تكون الفرحة عنوانه كان الحزن والدموع أبرز أحداثه. انتشر مقطع فيديو لأب مصري يتسلم شهادة تخرج ابنته بعد وفاتها وسط دموع وتصفيق حار من صديقاتها بحفل التخرج. بننعي وفاة زميلتنا طبعا الخريجة أمين عمر، ويتسلم التكريم نيابة عنها والدها الأستاذ عمر محمد عصفور. في حد ساعات بيكون جنبك وما بتشوفوش، وفي حد يفارق ويسيبنا إنما بيعيش جوه قلوبنا، وتغيب الشمس إنما اسمه عمره ما بيغيب. في فرق ما بين بعدما انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي بحكاية الشاب رشيد بودوية الذي تزوج فتاتين بوقت وحفل زفاف واحد، كشفت تفاصيل مفاجئة، فقد تبين أن عائلة العروس الأولى لم تكن على علم بالزواج الثاني، بل تفاجأت بالحدث. كما كشفت قريبة من عائلة الزوجة الأولى أن الأخيرة كانت رافضة لهذا الزواج، نظراً لأن الشاب عاطل عن العمل ولا يملك مدخولاً ولا سكناً، إلا أنها اضطرت للصياع بناءً على رغبة ابنتها مريم. إلى ذلك أكدت العائلتان أنهما علما بأمر الزواج الثاني من وسائل التواصل الاجتماعي، في حين علمت الزوجتان يوم الزفاف. هذا كان كل شيء لليوم، إلى اللقاء.